عقدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤتمرا متلفزا حضرته وسائل الإعلام اللبنانية، وذلك بعد الإفراج عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بسند إقامة على إثر حادثة السرقة وتداعياتها التي أسفرت عن قتل الجاني محمد موسى. وخلال المؤتمر الصحفي قالت: ما قطعنا به ألا أتمناه لأي إنسان أو أن يعيش أي شخص التجربة التي عشناها، بالرغم من أن اللحظات كانت قليلة ولكن شعرنا بأنها طويلة. وعن تواجد بناتها خلال المواجهة التي دارت بين فادي ومحمد قالت نانسي: كنا نائمات في غرفهن ولكن استيقظن دون أن يشاهدن أي شيء، ولكنهن سمعن كل ما حصل، وكان هناك مجال بأن تفتح إحداهن باب الغرفة وتصاب. ونفت نانسي وجود معرفة سابقة مع السارق، كونه توجه إلى زوجها بكلمة أستاذ من خلال الفيديو الذي نشر عبر السوشيال ميديا، مشددة على أنه شخص غريب دخل إلى عتبة المنزل وكان ملثما ولا يعمل لدينا كما أشيع. وعن عدم مساعدة حراس المنزل لزوجها فادي الهاشم قالت نانسي أنها لم تكن موجودة في هذه اللحظة، وكانت في الحمام وسمعت صوتا في المنزل. وتابعت: بالعادة قبل نوم البنات نسمع أصواتهن، ولكن ما سمعته كان غريبا، صوت جنازير. بعدها قام فادي لرؤية ما يحصل، وظهر في الكاميرا أن السارق حمل الحقيبة الخاصة بي والتقى بفادي. وأضافت: رأيت بالكاميرا أنه حمل الكرسي ووضع بسرعة المسدس في رأسه، وسمعت جملة واحدة قالها فادي لمحمد: كل ما تريده. عندئذ علمت أنه سارق، فدخلت بسرعة إلى الحمام واتصلت بوالدي وشعرت بخوف شديد، وقلت له: افعل أي شيء، أنا وفادي والأولاد في المنزل. من ثم سكرت الهاتف، وبعدها اتصلت بأحمد الحارس الذي أتى للمساعدة مع عدد من أصدقائه. وأكدت نانسي أنها لا تتمنى لا هي ولا فادي كل ما حصل ولا عائلتها، متوجهة بالتعزية لأهل محمد ووالدته وزوجته، مشيرة إلى أنه لم نكن نتمنى ما يحصل، بل هناك ظروف أدت إلى ما أدت إليه، ولا أظن أن هناك والد يقبل بما حصل. وعن ردود الفعل التي أثيرت حول جنسية محمد السورية قالت نانسي: نحن لم نكتشف الجنسية، والأجهزة الأمنية هي من اكتشفت كل شيء. وتابعت: دخل إلى منزلنا رجل مقنع وغريب وتاريخي، أنا وزوجي لا نتحدث مع الناس على أساس جنسيات أو ألوان، ونتعامل مع الإنسان كإنسان، وفي حياتي كلها أنا هكذا. وردة الفعل أتت من والد لا يعرف شيئا عن شخص اقتحم حرمة المنزل، وسواء كان لبناني أو من لحمه ودمه سيتصرف كما فعل. وختمت نانسي حديثها: ما رآه فادي وما شاهدته أنا كان شيئا مجهولا، وكان في حوزة القتيل كل ما يوحي بأنه أتى بغرض الأذية والسرقة. وكانت نانسي وبعد غياب عن تويتر نشرت تغريدة منذ ساعتين توجهت فيها بالشكر إلى كل شخص قام بالإطمئنان عنها وعن عائلتها، وقالت: الله لا يجرب حدا وما يحط حتى بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلتكن كل خطر.